أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا شياطين الإنس أقوى من شياطين الجن؟ لأن شياطين الإنس يدعون أنهم من إخوانك واسماءهم طيبة، محمد، علي، صالح، فلان، ويجلس معك ويمدحك وأن تثق منه، خلاف شيطان الإنس. الجن ما شيطان الجن ما تراه، شياطين الجن ما تراهم، لكن هذا تراه يجي يجلس معك ويدخل عليك بدارك ويجلس معك ويحلف أنه ناصح لك وأنه فهو أشد خطر من شيطان الجن. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.